تخلص من الدوران، تخلص من النسيان، تخلص من التوتر، تخلص من عدم النوم، تخلص من المصائب التي يعني أنت تحس بها وربما يعني تسقط، ربما تسقط يعني تعمل سكتة دماغية، ربما تعمل شلل يعني شلل كلي أو شلل نصفي، أو ربما اعوجاج الفم، شلل على مستوى الحنك، ممكن تعملهم في أي وقت. أنا قلت يعني اكره فيد يا سيدي، ممكن أنت تكره فيد، جيد، هذا حقك وحريتك، أنا لا ينقص مني، كراهيتك لا تنقص مني، لكن فقط تعمل حجامة لك يعني وتخلص من الألم فقط. لا نريد أن يعيش الناس بألم والله، ولا نريد الموت حتى لأعدائنا، لا نريد، حتى أعدائنا لا نريد لهم الموت. من الإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح، وليس إسلام المناظر. فيعني علي نذير 14 قرن هما كيدعيو على إسرائيل. فهذا الأعراض التي يحس بها الناس أعطينا حلول، أقلها حجامة فقط، حجامة، حجامة. باقي ما وصلناش للأمور الأخرى. حجامة ضرورية ولا بد منها، وليس لديك خيار، ولا ليس لديك يعني أي شيء آخر، ستبقى بألمك، إما حجامة إما تعيش بالألم، إما حجامة إما تعيش بالألم. ثم تحرك، تمشى، الناس عندهم السيارة ومن العمل منزل ولا يتحرك، لا يعمل رياضة، العجز، الكسل، الخمول. استيقظ مبكر بثلاثين دقيقة، خذ 10 دقائق في منزلك حتى داخل المنزل، يعني خرج للبلكونة ولا الحديقة ولا يعني مكان مهوى، افتح النوافذ مثلا حتى في يعني في الصالون، ويعني وعمل حركات، فقط فقط مطلوب منك تعمل حركات بيدك وباليدين والرجلين، حركات حركات حركات، حتى تدور هذا الدم يدور، وتتعرق شيئا ما، وتغسل بماء يعني ماء دافئ، وتناول طعام فطورك إن شاء الله يا سيدي، وإلى العمل. من لما تروح، لما تعود من العمل استريح أولا، لما تعود من العمل استريح أولا، لا تأكل، استريح أولا، وتعمل حركات رياضية أقل من الحركات التي عملتها في الصباح، نعم، وتغسل كذلك بماء دافئ، ثم تتناول شيء بسيط وترتاح، تستلقي وتكأ وترتاح. حركة لا بد منها. أن يفكر الناس في الصيام، لا يريدون صيام، لا تريدون الإسلام، طيب يا سيدي جوع، لا تتغدى، وجبة وسطنا، حتى تعود إلى منزلك وتأكل مع عيالك، فقط تعلموا الجوع يا عباد الله، تعلموا الجوع، تعلموا الجوع، تعلموا الجوع، الجوع لا يقتل، الأكل يقتل. هذا ثم اشتري لك، اشتري لك أشياء يعني هذه ضرورية في المنزل، لا بد منها في المنزل. تذهب إلى السوق، ماذا تشتري؟ إذا سألتك يعني أنت تذهب إلى السوق ماذا اشتريت؟ ستقول لي بطاطس وبصل وطماطم، نعم، هذو نزلوا في سورة البقرة. ثم ماذا؟ ذهبت عند الجزار، أخذت لحمة، نعم، إن لم أخذتش اللحمة وكأنك لا تأكل. ثم ماذا؟ يعني اشتريت أشياء هكذا للأطفال هكذا، هذا ليس سوق، هذا ليس هو التسوق. أو اشتريت شوكولاتات وبسكويتات ومشروبات غازية وجبنة أضعها في الثلاجة يعني لما أجوع أكلها، ونقانق وأشياء، هذا ليس تسوق، هذا خراب ودمار. التسوق هو تنظر إلى الذخيرة اللي عندك في المنزل، هل نفدت أم لا؟ لازم تكون عندك ذخيرة أولا، إذا ما عندكش ذخيرة يجب أن يعني تطوف في الأسواق، يعني لأن هناك أسواق، هناك أسواق الحبوب، هناك أسواق الفواكه الجافة، هناك أسواق التوابل، هناك يعني أسواق الأعشاب إلى آخره. لازم يكون عندك أشياء ضرورية لازم تكون معاك يا عباد الله. أشخاص ما عندهمش زعتر في المنزل، ليس بالضرورة يكون معك كيلو يا إخوانا، 100 جرام زعتر أو أوراق زعتر، 100 جرام كافية في المنزل للعائلة كلها، 100 جرام ليس كيلو. هناك الأشخاص الآن ما عندهمش زعتر في المنازل، هناك أشخاص ليس معهم حلبة في المنزل، حلبة ما هي موجودة في المنزل، حبوب الكتان غير موجودة في المنزل، لأن الشخص لما يتسوق لا يفكر فيها، يشتري شوكولاتة ويعود إلى المنزل، ثم يشتكي بانتفاخ وبغازات ويعني ولا ينام ولا أشياء، هذه أشياء ضرورية تكون في المنزل. حبوب الكتان أو السمسم، إذا كان عندك سمسم جيد، حبوب الكتان أو السمسم،
حبة سوداء لازم لأن يجب أن تكون في الخبز. ثم حلبة، حب رشاد، 100 غرام من كل واحد، 100 غرام تكفيك لثلاثة وأربعة وخمسة وستة أشهر. ويكون معك ينسون وشمرة، حبة حلاوة والنافع، ويكون معك حبوب كزبرة في المنزل لما تحتاجها، يعني تجدها. لما تحس بشيء، تكلمنا عن الأعراض التي يصلح لها هذه الكزبرة والتي يصلح لها الحلبة، لما تحس يعني بهذه الأشياء فتستهلكها. الأشخاص اللي عندهم سكري النوع الأول والثاني، وكذلك ما قبل السكري، أعيد، الأشخاص اللي عندهم سكري نوع واحد والنوع اثنين، والأشخاص اللي عندهم مشكل ما قبل السكري يعني ماشيين للسكري، بدأت عندهم 1.10 1.16 يعني ماشيين لهذا السكري، ما قبل السكري مرحلة كذلك، يعني يجب أن ينتبه الناس. أصحاب السكري وما قبل السكري يعني 3 أشياء دائما في المائدة، افعلوا ما شئتم. هنا يعني كثرة الخلطات وكثرة الناصحين، وهذه العشبة تسوي سكر وهذه تسوي سكر وهذه يعني فيعني اترككم من هؤلاء يعني. ولذلك طلبت من الإخوان إما أن تتبعوا قناة الدكتور محمد فيد أو تتبعوا هؤلاء لكي لا تبقوا هكذا رجل هنا ورجل هنا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. استفيدوا من القناة، إذا أعجبتكم قناة أخرى اتركوا الدكتور محمد فيد، اتركوا القناة واستمعوا إيش جيد. ما نريد هو أن تكونوا بصحة جيدة، نحن لا نريد أن نشتهر أو يعني فوالله نحن في غنى عن الشهرة، ولا أنا لا أريد شهرة، ولو كنت في حياتي كنت عارف غادي نوصل لهذه الشهرة ما كنت بدأت. أنا أصلا لا أحب الشهرة، ولذلك البرامج الأولى كنت في الإذاعة وليس في التلفزيون لكي لا يرى الناس يعني وجهي. فيعني هذه الخلطة دائما في المائدة، يعني المائدة عندكم فيها دائما يكون فيها ملح ويعني وإبزار، تكون توابل في المائدة. كثير من الناس عندهم أشياء يعني دائما في المائدة، يعني الماء يرفع الأطباق اللي يغسلوها تبقى هذه الملح، يعني قنينة ملح، قبسة ملح في المائدة. لكن يكون يعني شيء يعني هكذا قارورة من حجم 250 مليليتر أو نصف لتر، وتعمل فيها 3 أشياء، تطحن وتعمل، وكلما أكلت تأخذ ملعقة كبيرة، كلما أكلت تأخذ ملعقة كبيرة مرتين. أعيد، فيها كزبرة حبوب، كزبرة حبوب، حلبة، وكذلك خروب، خروب، كزبرة حبوب، حلبة، 3 أشياء. خروب، كزبرة حبوب، في المغرب نسميه القزبور، وكذلك الحلبة، وتكون مقادير متساوية. إذا أخذت 50 غرام حلبة خذ 50 غرام خروب، 50 غرام كزبرة. تطحن، هذا أكل وليس خلطة، لكنه أكل أشياء لا تضر، ليست أعشاب خطيرة، لا تضر، وهي تسوي السكر. لماذا؟ لأنها تأخذ مع الوجبة لكي لا يرتفع السكر بعد الأكل، بوست برانديال، بوست برانديال، لأن لما تتناول الوجبة فالسكر ربما يصل إلى 3 و3.5، هذا هو السكر الخطير، بوست برانديال. فهذه الخلطة يعني تحبس البوست، لا يرتفع السكر بعد الأكل، ثم تسوي كذلك السكر في الدم، يعني خصوص بالنسبة للسكر الثاني والذين وأشخاص اللي عندهم قبل السكري. حبوب كزبرة، حلبة، خروب، مطحونين، مقادير متساوية، تعملهم في يعني هذه يعني القارورة وتوضع في المائدة، دائما هذا الخليط يكون في المائدة. وإذا سافرت خذه معك، إذا سافرت خذه معك، دائما يكون في المائدة. لما تأكل تأخذ ملعقة كبيرة إن شاء الله، ويعني تعيش يعني بسلام وتعيش جيد. لكن قبل ذلك يجب أن تكون لديك هذه المواد، أن تقتني كزبرة وتقدمي حلبة وخروب، كذلك يكونوا في المنزل. ثم أشخاص نسألهم يعني لماذا تذهبون إلى سوق الخضر ولا تشترون الثوم، الثوم والكرات؟ نحن في المغرب هذه الثاء معجمة نقرأها التاء، كنقولوا الثوم، ثوم، هذا الثوم والكرات، لماذا لا تشترون الثوم؟ يجب أن لا يكون منزل واحد من هذه البلدان العربية الإسلامية بدون الثوم. وخليكم من هذوك الفقهاء اللي كيقول لك الثوم رائحة كريهة ويجب أن لا تدخل المسجد، يعني خربوا الثوم من هذه. ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأنه يناجي بأن هذه الرائحة لنا عم جيد، لم تكن أمراض في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآن الثوم ضروري، أصبح إجباري الثوم. كون هذه الأشياء تكون دائما في المنزل،
لما تذهب تتسوق اشتري يا أخي 100 جرام، يعني 3 رؤوس 4 رؤوس توم جيبهم لمنزلك يعني، واشتري كذلك، اسأل عن أشياء في السوق اشتريها، اشتري خروب واشتري حلبة وكزبرة حبوب، واشتري ينسون وشمرة وحبوب كتان، اشتري أشياء 100 جرام 50 جرام من الحاجة، يعني مش يعني كمية كبيرة، ولو كان ثمن مرتفع ممكن. واشتري زعتر، هذا الزعتر يابس كذلك يكون دائما في المنزل. واشتري التوابل، طبعا التوابل الناس كلهم يشترونها، كركم وهذا، لكن القرفة الناس لا ينتبهون للقرنفل والقرفة، لا تنتبهوا، لأن النساء لا تطبخ بالقرنفل، النساء تطبخ بالإبزار، بالفلفل الأسود وفلفل أبيض، لكن قليل من القرنفل كذلك في الطبيخ جيد. هذا القرنفل يعني بين أصبعين، كمية في الأكل جيد، وكمية في عصير الخضار جيدة، وكمية في الحساء جيدة، وكمية في شوربة الخضار جيدة. يكون معكم قرنفل وقرفة دائما في المنزل، كمية بسيطة فقط. تصوروا القرنفل 50 جرام كافية للعائلة مدة سنة، 50 جرام فقط، ليس نصف كيلو، لأن القرنفل يستهلك بالحبة. ثم القرفة كذلك، يعني 100 جرام قرفة تكفي السنة كلها للعائلة كلها. القرفة كذلك يجب أن تكون في الأكل. وهذا الخليط لأصحاب السكري، يعني الأشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط، السكري زائد ارتفاع الضغط، فكذلك يضيف شيء من القرفة لهذا الخليط يعني، وإن شاء الله يكون خير. ثم يعني أوراق الزيتون، سمعتوني تكلمت عن أوراق الزيتون والخبر وصلك، هل معكم أوراق الزيتون في منازلكم؟ نعم، نسبة، ما ليس معكم أوراق زيتون في منازلكم، لماذا؟ لأن الكسل والارتخاء واللامبالاة، يعني لما يصف لك الطبيب دواء تذهب جريا إلى الصيدلية، وإذا كانت صيدلية يعني غالقة تبحث عن صيدلية أخرى، وفي 12 ليلا وتأخذ دواء وتشربه يعني في الوقت المحدد وتواظب عليه، نعم أم لا؟ الطبيب وصف دواء يعني يصبح شيء يعني تتشبث به هو، يعني لما نتكلم عن أوراق الزيتون أنها تخفض الضغط وأنها تحفظ القلب والشرايين، لا لا، أوراق الزيتون لا، لأنها ليست أقراص ولا تباع في الصيدلية ولم يصفها طبيب. يعني والله أخشى عليكم، أخشى عليكم من هذا الكسل وهذا الارتخاء وهذه اللامبالاة، أخشى عليكم من الكسل، سيقتلكم الكسل، سيقتلكم واللامبالاة هذه. وما يجب أن تشتروا أشياء أخرى كذلك، لازم تكون في المنزل. الخضر الموسمية، لا أتكلم عن الخضر، اشتروا خضر موسمية فقط، واشتروا فواكه موسمية فقط. هل لديك شعير في منزلك؟ هل معك شعير في المنزل؟ ربما لا، ليس معك شعير في المنزل، ليس معك فول وحمص وعدس، يعني ليس معك أشياء في منزلك. ثم ماذا معك؟ شوكولاتة ومعك بسكويت ومعك مشروبات غازية. لاحظوا الناس يذهبون إلى السوبر ماركت ماذا يشترون، لكن الأشياء التي يجب أن تكون في المنزل هي هذه التي نتكلم عنها. واسأل الأشياء التي تدخل السوق في موسمية، أعشاب تشرب، أشياء جميلة وجيدة كذلك تشتريها لك يعني. واسأل في فصل الشتاء ماذا يشرب، الشيبة، الشويلة، هذه لابسنت، هذه الورمود، الشيبة تشرب الآن ليس النعناع. اسأل عن هذه الأشياء، ويكون عندك زعفران، يكون عندك أشياء يعني في منزلك، أشياء ضرورية لا بد منها لأنك تحتاجها. لما يكون عندك مغص يعني مغلى زعتر تشربه يعني إن شاء الله خير. لما يكون عندك مغص على مستوى القولون أو مرض كرون، النعناع الفلفلي، في المغرب يسمى النعناع العبدي، النعناع الفلفلي هذا يغلى مع الماء أو يشرب، وربما يؤكل، وربما يكون يابس ويطحن وتأخذ منه. أشياء ضرورية لازم تكون في المنزل، ضرورية، أشياء ضرورية لازم تكون في المنزل. يكون معك زيت زيتون في المنزل، يكون عندك زيت زيتون، ويكون معك لوز وجوز وتين. لماذا؟ لما تحس بالجوع تناول تمر وتين ولوز وجوز. هناك من يحس بالجوع يذهب إلى يأخذ نقانق ويأخذ جبنة ويأخذ بسكويت ويأخذ شوكولاتة. رأيت الفرق؟ يعني ماذا أريد أن أقول لكم؟ أشياء ضرورية في المنزل، ليست شوكولاتة، ليست بسكويت، ليست يعني أجبان، وليست نقانق، هذه سوسيج، هي تمر وتين ولوز وجوز وزبيب، يعني كل واحد وقدر يعني ماله، يعني ليس بالضرورة كلهم، لكن تمر التين والزبيب جيدة، واللوز كذلك عليه. لماذا لا يكون تمر ولوز يعني وحدة يعني دسمة وحدة حلوة، أو تين ويعني وجوز، أو يعني زبيب ولوز،
لماذا لا اثنين فقط إذا لم يكن معك مال؟ أشياء ضرورية في المنزل، وتعلموا هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه المرحلة التي نعيشها سنعيش بهذه الأعراض التي تكلمت عنها، هذه الأعراض متعددة الأعضاء سنعيش بها مع الأسف الشديد. فهناك حلول اقترحناها ونحن نذكر فقط إن شاء الله، ودائما معكم. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.